يمكن سريعا من الداخل المصري، خلينا نفتكر انه الحكومة تعهدت بخفض اسعار بعض السلع، وعلى رأسها يعني السلع بالتأكيد الرئيسية والأساسية للمصريين. ويمكن حتى واحنا في مؤتمر حكاية وطن واحنا بنتابع وبنشوف، وشفنا ازاي فخامة الرئيس كان بيتكلم مع الوزراء المعنيين حول هذا الموضوع، مع دكتور مصطفى مدبولي، اتكلم ايضا مع الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة خفض الأسعار. طيب الحقيقة تجد أن النهاردة هناك تصريح واضح جدا من دكتور مصطفى مدبولي بأنه بدءا من يوم السبت الجاي تحديدا يبدأ خفض أسعار 7 سلع رئيسية. طيب الخفض نسبته قد إيه؟ من 15% لـ25% في أسعار هذه السلع. مهم عندنا بقى أن احنا نفهم أكتر حول هذه السلع، 7 سلع الرئيسية دي هتبقى إيه؟ الخفض هيبدأ يوم السبت، طب احنا هنروح فين؟ يعني أنا دايما من الناس التي تخشى وتخاف من جشع التجار، مش أخاف منه اللي هو أنا مقلق منهم، اللي هو أنا يعني لو الأمر بإيدي أتخذ كل الإجراءات القانونية اللي ممكن تبقى مبرحة خشنة تجاه أي شكل من أشكال الجشع والتضييق على الناس في المعايش. معانا على التليفون سيادة المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء. أهلا 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 سيادة المستشار. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ يوسف، وتحية لحضرتك وكل السادة المشاهدين. منورنا يا فندم، ومبروك يا فندم وإن كانت متأخرة شوية. الله يبارك في حضرتك. الله يخليك سيادة المستشار. عن الـ7 سلع الرئيسية اللي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء أنه هيحصل فيها خفض في أسعارها يتراوح ما بين 15% لـ25%، بداية ما هي هذه السلع؟ هذه السلع بتتضمن الفول، العدس، ومنتجات الألبان والجبن البيضاء. حلو. والمكرونة والسكر وزيت المائدة. دي المفترض اللي هي هيتم تخفيضها ان شاء الله بدايه من يوم السبت من 15% إلى 25%. جميل. ولكن هناك ايضا خفض لاسعار الدواجن الحيه والمجمده والبيض بنسبه 15% بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن. هايل. وبالتالي المستهلك هيصل إليه السعر منخفضا عن سابقه في حدود الـ 15 أو الـ 25%. نعم إن شاء الله بداية من يوم السبت سيحدث هذا التخفيض. والمفترض أن التوجيهات أيضا أن كل سلعة، العبوة بتاعت كل سلعة يكون مكتوب عليها الحد الأقصى للسعر. يعني ممكن يكون أقل، ولكن الحد الأقصى لكل سعر هيوضع على العبوة. والحقيقة يعني أنا حابب أقول طبعا أن هذه المبادرة، مبادرة خفض الأسعار اللي انطلق مطارها الأسبوع الماضي من خلال الاجتماع اللي عقده السيد رئيس الوزراء، ثم الإعلان اليوم عن نتائج هذا المسار، في إطار زي ما حضرتك تفضلت توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتعامل مع مشكلة التضخم. صحيح. المقاربة اللي تم اتباعها في هذا الشأن هي ان عدم اتخاذ اجراءات قصرية يعني او استثنائية زي التسعير الجبري مثلا. اعتمدت المقاربة على ان يكون هناك في حوار مباشر مع التجار والصناع، غرف التجارة وغرف الصناعة، يعني للتوصل الى حلول لمساله تضخم السلع الاساسيه اللي هي بتقع، اللي هي بتمثل ارتفاع الاسعار، ارتفاع اسعارها شاغل رئيسي للشارع المصري. ومن ثم نقدر نقول ان الاسعار اللي هيتم التوصل اليها هي اسعار توافقيه. يعني ما فيش هنا اجبار على هذه الاسعار. طيب المقاربة دي اعتمدت أيضا على إن يعني من خلال الحوار اللي تم إجراءه مع ممثلي التجارة والصناعة، تم الاستماع إلى رؤيتهم والمعوقات التي تواجههم في هذا الشأن، وبالتالي اتخذت الدولة بعض القرارات
اللي هتساعد وتسهم في خفض الأسعار، سواء ما يتعلق بتوفير مكون دولاري، توفير عملة صعبة، تيسير عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع وعن تحديدا عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللي بتستخدم في إنتاج هذه السلع، تعليق بعض الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج أيضا من المواد الخام. ودي بطبيعه الحال هذه الاجراءات بتنعكس على التكلفه تلقائيا على التكلفه. طبيعي طبيعي جدا. مقابل بقى التزام التجار والصناع بالاسعار اللي ان شاء الله يتم البدء بالعمل بها بدايه من يوم السبت. طب احنا كده متفقين او فهمت انه دي اسعار توافقيه ولا تحمل صفه الالزام. اذا المستهلك المواطن العادي حتى يضمن الحصول على هذه المنتجات بنسب الخفض دي يروح فين؟ ما هو لو نزل للبقال اللي تحت بيتهم ما يضمنش. هو الحقيقة يعني المفترض ان كل عبوة، العبوات لكل سلعة سيكتب عليها الحد الأقصى للسعر، ده مبدئيا يعني مكتوب ومؤكد. والمفترض ان كل المحال والسلاسل التجاريه هتلتزم بهذا السعر. فالمفترض ان ده مساله عامه على كل السلاسل التجاريه. اذا السلاسل الكبرى هتلتزم. ونعم، والسلاسل الكبرى هتلتزم. والحقيقه لازم اوضح ايضا ان الدوله لما اتخذت يعني كل هذه الاجراءات والقرارات من منطلق ان احنا بنعمل مشاركه مجتمعيه، يعني لن تتهاون بقى مره اخرى في التلاعب بالاسعار. يعني الجهات الرقابيه في حاله المخالفه، الجهات الرقابيه ستتخذ التدابير اللازمه ازاء المخالفين. ما هو أنا يعني الحقيقة هلاقي أنه في النهاية الجهات الرقابية حتى مهما عملت مش هقول أنهم هيوقفوا موظف على باب كل محل وكل بقالة وكل سوبر ماركت. المشكلة عند التاجر سيادة المستشار أو بعض التجار، مش هقول كلهم يعني، بعض التجار أنا هدخل محل ألف هشتري علبة اللبن بسعر، المحل به نفس علبة اللبن هشتريها بسعر تاني، المحل جيم نفس علبة اللبن هشتريها بسعر تالت، وهكذا. هي دي المشكلة الرئيسية اللي موجودة، لا أحد يلتزم ويصبح هناك ضرورة للضرب بيد حديدية على هذا الشكل من أشكال الجشع. المواطن في النهاية هو الحلقة الضعيفة في الموضوع. نعم، يعني أتفق مع حضرتك تماما، ويعني أؤكد أنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين والمستغلين. يعني هذا شيء أكيد، لأن كما عرفت يعني الدولة عملت كل اللازم كي نخفض التكلفة ويزيد العرض، لأنه يعني التجارة والصناعة قالوا إن هناك ندرة في العرض، وبالتالي القرارات اللي اتخذت سوف تؤدي الى زياده في العرض لان تكلفه الانتاج قلت. طبعا. وبالتالي في حاله المخالفه سيتم، نعم كما حضرتك تفضلت، الضرب بيد من حديد على المخالفين. وطبعا يعني الساده المواطنين في حاله يعني عدم الالتزام يمكن للساده المواطنين اللجوء يعني الشكوى سواء من خلال منظومه الشكاوى الخاصة بمجلس الوزراء أو جهاز حماية المستهلك إذا كان هناك مخالفات. لكن إن شاء الله نأمل ألا يكون هناك مخالفات، لأن هذا ليس تسعيرا جبريا، هذا يعني تسعيرا توافقيا بناء على القرارات اللي اتخذتها الدولة. وإن شاء الله يعني تكون هذه بداية ويتم هذا المسار بنجاح. والله أنا يعني أنا هطول على حضرتك في سنة صغيرة، أنا هبقى واقعي جدا.
نسبة المواطنين اللي هيعملوا شكوى على المنظومة أو يتوجه لمنظومة حماية المستهلك، جهاز حماية المستهلك وما إلى ذلك من جهات مختلفة، هي نسبة هتبقى ضئيلة جدا، وكانت ضئيلة وسوف تظل ضئيلة، وده مش بس عندنا في مصر، ده في الدنيا. هي ملهاش حل غير اللي هو كده بالإنجليزي يتعمل سبوت شيك، باللغة الدارجة يتعمل شيشني مفاجئ، احنا هنطب على الناس فأبعد شارع وحارة وعطفة وكفر ونجع لأدخن شارع فيك يا بلد. يعني ده اللي أظنه مفترض أنه يحصل لما هتتعمل مرة واثنين وعشرة ومية، مش عشرة بس، التجار كله هيلتزم، لأنه أنا هطب عليه وكمان هوقع عليه أقصى عقوبة، ومن المرة الأولى، أنا مش هستنى التانية والتالتة. اللي عملوه في الناس كتير خلال السنتين اللي فاتوا كده كفاية، ولا إيه يا سيادة المستشار؟ نعم أنا بتفق مع حضرتك، وهذا هيتم إن شاء الله يا أستاذ يوسف، أرجوك يعني بالتأكيد هذا هيتم. ويمكن السيد رئيس الوزراء النهاردة أكد على هذا أيضا، مسألة الالتزام هي مسألة أساسية في تنفيذ هذه المبادرة. ويعني يجب على الجميع أن يدرك إن مسألة التضخم هي مسألة يعني تهم الجميع، هناك مصلحة للجميع، حتى للتجار وللصناع، ليس فقط للمواطن. طبعا إن احنا نقضي على التضخم، لما نقضي على التضخم يعني يمكن أن تقل أسعار الفايدة، وبالتالي مسألة عملية النمو الاقتصادي صحيح تستمر. فهي مسألة التضخم مسألة تهدد الاقتصاد برمته، وبالتالي هناك مصلحة للجميع أن يتم القضاء عليها. يعني ويعني ما زال يعني إن شاء الله عندنا ثقة في التزام يعني من منطلق المسؤولية، لأن يكون هناك التزام من قبل التجار بالأسعار التي سيتم خفضها إن شاء الله بداية من يوم السبت بإذن الله. بإذن طبعا هو الهدف الحقيقة ان احنا نصل الى الخفض ثم الاستقرار الاسعار. يعني المهم الا يكون هناك تقلبات في الاسعار، يعني المواطن ما يقومش من النوم الصبح يلاقي فيه سعر مختلف عن السعر بتاع امبارح. ده مظبوط 100% وضروري استقرار الاسعار، الخفض ويلحقه مباشره عمليه استقرار. ما بقاش بنزل النهاردة أو الأسبوع الجاي في أسبوع في التاني في التالت وبعد شوية كله يتملص من هذا التوافق أو هذا الاتفاق ويروح رفع الأسعار تاني. لا إن شاء الله، وأؤكد أيضا أن سيكون هناك متابعة يعني على مستوى رئاسة الوزراء بشكل أسبوعي لهذا الأمر بأمر الله، لأن هذا الأمر على أجندة الدولة والحكومة، ويعتبر أولوية قصوى. صحيح. لأن لا مبرر في الوقت الحالي لزيادة الأسعار. يعني بطبيعة الحال كان هناك السياق العالمي، كان هناك موجة تضخمية شديدة جدا ضربت كله وضربت مصر في أعقاب يعني تفشي فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا. صحيح. ولكن ليس هناك مبرر في الوقت الحالي. أوكي الأسعار غلي، لكن ما فيش مبرر في الوقت الحالي إنها تظل في ارتفاع مضطرد بلا داعي، خاصه مع قرارات الحكومه. بالظبط بالظبط. انت حضرتك قلت لي المشاكل اللي عندك ايه كتجار وصناع، وانا خدت قرارات او الحكومه اخذت قرارات ثوريه، يعني هذه القرارات تم اتخاذها بشكل ثوري، يعني حتى المشاركه الواسعه في الاجتماعات التي عقدت في اطار هذه المبادره كان فيها كل الجهات المعنية في الدولة لضمان التنسيق وضمان انك انت تأخذ قرارا ينفذ الحال. يا رب بعد كل هذا الجهد من الدولة ان يذهب هباء. يعني صحيح، انا معاك جدا، اشكرك جدا سيادة المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء. مخالفة تساوي ضرب بيد من حديد.